ربنا يا منجى، ربنا يا منصر، ربنا يا مخلص ناس من كروبات مهلكة. ما ينجيكش انت ليه؟ ما يخلصكش انت ليه؟ ما ينصركش انت ليه؟ دور على السبب عندك انت. ربنا ما بيتغيرش يا جماعة، احنا اللي بنتغير. سنن ربنا ما بتتبدلش يا جماعة. ربنا قادر ينجيك من اي كرب من كروبات حياتك، وقادر ينصرك على اي واحد كسر نفسيتك، وقادر يخرجك وينجيك من سجن البلاء اللي انت فيه. بس انت تعرفه، بس انت تعلق قلبك بيه، بس انت تقطع املك من اي حد غيره. الله سبحانه وتعالى ياما عمل كرامات وياما عمل معجزات. طب انا مش نبي وعايز ربنا يكون معايا بالمعية دي والنصرة دي، اعمل ايه؟ ربنا قال لك بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. قصة منتهية. عايز ربنا ينجيك، عايز ربنا يخلصك من الهم اللي تعبك وكسر نفسيتك، عايز ربنا ينصرك. وكذلك ننجي المؤمنين. القصة كلها عندك انت، دور على السبب جواك، لان ربنا النصير زي ما نصر اولياءه يقدر ينصرك، بس انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى.